أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من القاهرة على شاشة نيل الأخبار. البداية كالمعتاد بمجموعة من أبرز وأهم الأخبار. ثمن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المشاركة والإسهام الفاعلين من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، وأرسل ردودا على الأسئلة والاستفسارات التي تلقاها من منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان التي أعدها المحور الاقتصادي ولجانه لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها. كما أعلن مدبولي عن إطلاق منصة تفاعلية لتحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤية مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة الأزمات. تبع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أكتوبر الماضي. أشاد مدبولي بالجهود التي تبذلها اللجنة وتعاملها مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل مساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة خصخصة منظومة التعليم العالي تزامنا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية. وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي شددت على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخصخصته، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء ودون أي تفرقة. يشكل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والذي يعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 من نوفمبر الجاري، يشكل بارقة أمل على صعيد تعبئة العمل الدولي نحو تحويل الوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض والوصول إلى توافق دولي لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن مصر ستبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لمؤتمر شرم الشيخ، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف جميع الأطراف، وذلك لضمان خروج المؤتمر بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكل مكوناته، خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية. تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرة كلنا واحد، استقبلت وزارة الداخلية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية عددا من شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار تقديم الوزارة الدعم لهم وترسيخ الوعي والانتماء الوطني لديهم. في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تستجيب لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة، وتنظم زيارة لعدد منهم وأسرهم لمقر الإدارة العامة للحماية المدنية. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت أجيال طلع في مصر جديدة بضحكة جميلة ترج القلب. لما نشوف أفضل حال فين يا حموي تكون يوم جديد. مين يقدر يقول لي بقى في العمارة اللي احنا سكننا فيها جديد عندنا أدوات علشان نطفي بيها الحرايق؟ عندنا في أهالينا في العمارة اللي أنا ساكنة فيها بيبقى فيها زي صندوق وبكرة، وجنب الصندوق ده مقفول بتفتحه بتلاقي البكرة، وجنبها بتبقى حنفية وليها محبس. كل دور ولا في دور واحد بس؟ لا كل دور، كل ودي دور. سلم طوارئ كمان. وانت عارفة فين سلم الطوارئ؟ اه. ومفتوح مكان سلم الطوارئ ولا مقفول؟ لا سلم الطوارئ مفتوح على طول. طيب سقفل منا
كان مهم جدا ندي شويه نصايح وتوعيه تتعلق بمسببات الحرائق في المنازل وازاي نتصرف معاها وازاي نستخدم ادوات وتجهيزات الاطفاء الموجوده عندنا في المنزل وازاي نتصرف وقت حدوث الحرائق علشان نتجنب الدخان لحد ما قوات الاطفاء توصل. ليه احنا مهم جدا لنا ان احنا نحافظ ونعيش في بيئه نظيفه؟ وزي ما انتم عارفين كلكم ان احنا خلال ايام هنستضيف اكبر مؤتمر لتغير المناخ والبيئه في العالم. ايه اهميه البيئه واللي لازم نحافظ عليها؟ اول حاجه انا بحافظ على البيئه عشان احافظ على صحتي، لو في تلوث من الهواء امنعه عشان ما ياثرش عليا. بمناسبه استضافه مصر لمؤتمر المناخ كان لازم نفهم اولادنا يعني ايه تغير مناخ وايه المسببات اللي بتؤدي لتلوث البيئه، وكان لازم نقول لهم ايه الحاجات اللي نعملها عشان نحافظ على البيئه بتاعتنا وما نتاثرش ونؤثر على المناخ، ويكونوا في نفس الوقت سفراء لبقيه الناس في مجال المحافظه على البيئه. ده دور مجتمعي للدوله مهم جدا لتربيه النشء على قضايا تغير المناخ. انا النهارده في الحمايه المدنيه، وكنت قبل كده في معسكر 3 ايام في اكاديميه الشرطه. احنا اتعلمنا ازاي ننتمي لبلدنا. اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرعايه ديت والمكان الجميل اللي هو سكننا فيه. زيارة تأتي استمرارا للدور المجتمعي للوزارة تجاه قاتني تلك المناطق، وبما يعزز قيم الولاء والانتماء وتنمية الوعي الأمني والشرطي لديهم. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر. في ناس بنسمع عنهم وبنشوفهم يقول لك ده غرق في النيل، ده غرق في البحر. احنا شغلتنا ان احنا ننقذهم ونطلعهم. في عربية موجودة تحت المية، العربيه ديت محتجز فيها غريق ومش عارفين نطلعه بالطريقه العاديه، فهنضطر نستخدم قصافه هيدروليكيه بالمعده ديت اللي واقفه بره علشان نحرر الجسم البني ادم دوت ونطلع بيه. طبعا المهاره ديت صعبه جدا ومحتاجه تدريبات كتيره. ورينا الأهالينا بيان إنقاذ غريق من قبل رجال الإنقاذ النهري إدارة الحماية المدنية، علشان بعد كده لو هتقدر تنقذ حد حاول تساعده، لو مش هتعرف تنقذه وما بتعرفش تعوم ما تحاولش علشان ما تعرضش حياتك للخطر، واتصل بالمسؤولين من رجال الحماية المدنية في الإنقاذ النهري. لما تشوف أفضل حل بيورونا ازاي لما في حد بيغرق ازاي نعرف ننقذه وازاي نتصرف في الحالات اللي زي دي. طالما زي ما حصل لنا حاجه في الحريق او غرق او كده نعرف نتصرف ازاي. ويطلب كمان الرقم بتاع الحرائق اللي هي 180. احنا بنشكر سياده الرئيس جدا جدا اللي هو جابنا المكان الجميل ده. جولة قام بها الشباب والطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية لمشاهدة العروض التدريبية أسهمت في إثراء ثقافتهم وتنمية الوعي لديهم بأهمية دور هؤلاء الرجال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات مهما قدموا من تضحيات. بتقول دايما تحيا مصر لما تشوف أفضل حال في مبادرة كلنا واحد هي علمتنا الانتماء للبلد وعلمتنا حب الوطن وقد ايه الشرطة ووزارة الداخلية بتضحي علشاننا عشان تحمينا. النهارده كان يوم جميل جدا، احنا اتعلمنا حاجات كتير زي ان احنا نعرف نساعد بعض. حد عنده حقيقة ولا حاجة نعرف ان احنا نطفيها قبل ما تيجي المطافي. ازاي اللي احنا نتعامل مع المخاطر. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دعمنا وجابنا هنا، وبتمنى تاني ان هم يدعمونا ويجيبونا هنا تاني. رسالتي للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يكمل معانا ويدعمنا
واحنا ان شاء الله هنبقى افضل وهنبقى جيل متحضر. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحب الكرايه. لما تشوف افضل حنفين يحمو يا ابن اليوم الدين وليك يا مصير بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير اللي هو بذله معانا وعلى كل حاجه هو عملها لنا. فعلا شكرا ليه وانه نقلنا من مكان عشوائيات لمكان متحضر يقدر كل واحد فينا عنده موهبه يقدر يطلعها بجد. انا بشكر سياده الرئيس على المجهود اللي بيعمله مع الاطفال مع اولادنا. بشكر سيد الرئيس على اللي بيعمله مع اولادنا واولادنا نفسهم يبقوا حاجه كبيره. نشكر الشرطه طبعا وعليه واقفه من هي واقفه معانا كده وبتعمل المبادرات ديت لعيالنا واحنا نفسنا عيالنا يبقى زيهم. هذه الزيارات تاتي ادراكا من وزاره الداخليه لاهميه بناء الانسان واعداد اجيال جديده تفخر بانتمائها لهذا الوطن وتقدر معاني التضحيات التي تقود الى حياه كريمه لكل ابناء هذا الوطن. بكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فرصة كبيرة أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقاطين المناطق الحضرية الجديدة بخاصة من الشباب والطلائع لزيارة المواقع الشرطية المختلفة والتعرف على جهود رجال الشرطة ومنها جهود رجال الحماية المدنية، وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه قاطني تلك المناطق. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى تجديد الدعوة للحوار لتحول بوثيقة الأخوة الإنسانية من الإطار النظري إلى العملي، وجاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لمجلس حكماء المسلمين والذي عقد بمملكة البحرين. يجب علينا نحن علماء الأديان ورجالها حيال هذه الأوضاع هو أن نبلغ صرختنا إلى أولي الأمر وأولي الثراء الفاحش بأن يفكروا ولو قليلا في مصيرهم هم قبل غيرهم وأن ينفروا خفافا وثقالا للتصدي لهذه الكارثة. ولا علينا إن استجابوا أو جعلوا أصابعهم في آذانهم، فمنهجنا نحن الممثلين للأديان السماوية هو منهج من قيل له من فوق سبع سماوات إن عليك إلا البلاغ. وختاما اسمحوا لي أن أجدد النداء مخلصا إلى الاستمرار معا في حوارنا هذا الإسلام المسيحي والديني مع البشر عامة، فبه يمكن بتوفيق من الله أن نتحول بوثيقة الأخوة الإنسانية من الإطار النظري إلى الإطار العملي، وهذا هو ما يجب علينا اليوم ومستقبلا، وبسببه نأمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى الاستجابة لتحديات عالمنا المشتركة. كما دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى نشر ثقافة التعايش والحوار وأكد أهمية تعزيز ثقافة التسامح ونبذ الكراهية. أنتم الذين تريدون تعزيز التربية الأخلاقية والذهنية لدى الشباب التي تتناقض مع جميع أشكال الكراهية وعدم التسامح، عليكم جميعا السلام. الله هو ينبوع السلام، فليمنحنا أن نكون قنوات سلامه في كل مكان. وأود أن أكرر أمامكم أن إله السلام لا يقود أبدا إلى الحرب، ولا يحرض أبدا على الكراهية، ولا يؤيد العنف أبدا.
ونحن المؤمنون به مدعوون إلى تعزيز السلام بطرق السلام مثل اللقاء والمفاوضات الصابرة والحوار والتي هي أكسجين العيش المشترك. ومن بين الأهداف التي اقترحتموها نشر ثقافة السلام المؤسس على العدل، وأود أن أقول لكم أن هذا هو الطريق، بل ربما الطريق الوحيد، بما أن السلام هو عمل العدل، فهو ينبع من الأخوة وينمو بمقاومة الظلم وعدم المساواة، ويبنى بالتظافر وتشابك الأيدي. ولا يمكن إعلام السلام فقط، بل يجب ترسيخه، وهذا ممكن بإزالة عدم المساواة والتمييز اللذين يولدان عدم الاستقرار والعداء. انتهى الجزء الأول من حلقتنا مشاهدينا الكرام، الجزء مخصص للأخبار، ولكن دعونا نتوجه الآن إلى الشق الثاني من حلقتنا وهو الشق الحواري، ولكن بعد هذا الفاصل.